السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ النهارده هنتكلم بقى على البيك اللي احنا هنشتغل عليها، وهي عبارة عن 18F458. البيك دي تعتبر من اكبر البيك اللي موجود عندنا في السوق، لانها عبارة عن 40 بن وفيها مجموعة من الفيتشرز كتيرة قوي، يعني هي بتسبورت مجموعة من الفيتشرز الكتيرة جدا. زي مثلا اول حاجة ان عدد الانستراكشن فيها عبارة عن 77 امر، يعني انا ممكن ان انا اشتغل عليها 77 امر انستراكشن. instructions دي زي الموف، زي الاد، زي الصب، زي الاور، زي الاند، زي كل الانستراكشن، سواء خاصة بقى بالريجسترز او سواء خاصة بمجموعة من البيتس او مجموعة من الفلاجز. طيب حجم الميموري اللي موجود عندي في البيك دي، فالفلاش ميموري بتاعتها 32 كيلو بايت، وده حجم كبير جدا. حجم الاي بروم فيها 256 بايت. حجم الرام 1536 بايت. عدد الانبوت اوتبوتس بتاعتها اللي هي عدد البن اللي هي بتشتغل انبوت اوتبوت عبارة عن 33 بن، وهنشوفهم دلوقتي متقسمين على كام بورت. والسبيد بتاعتها ككريستال عندي كانترنال كريستال هي عبارة عن 40 ميجا هرتز، وده سرعة كبيرة جدا. فيها أربعة تايمرز، فيها تايمر 0، تايمر 1، تايمر 2، تايمر 3، وهنشوفهم بالتفصيل بعد كده. فيها اتنين سي سي بي اللي هو كابشر اند كومبير بالس ويتش موديليشن، وده هنشوفه بعد كده. ده بروتوكول عبارة عن ثلاثة بروتوكول في بعض، عبارة عن الكابشر بروتوكول والكومبير وآخر واحد اللي هو البالس ويتش موديليشن. فيها عبارة عن انالوج تو ديجيتال كونفرتر، وفيها 8 شانل انالوج تو ديجيتال كونفرتر 10 بت، يعني ان انا اقدر ان انا اسبورت عندي 8 سنسور انالوج، واقدر ان انا احولهم كل سنسور يتحول في 10 بت. فده معنى كلمة 8 شانل 10 بت، يعني معناها ان انا عندي 10 بنات من ال 33 بن دول اقدر استخدمهم انالوج تو ديجيتال كونفرتر، فيقدروا ان هم يسبورت على سنسور انالوج عندي. واي اشارة انالوج بتدخل ببدأ ان انا احولها لاشارة ديجيتال. حجم الاشارة الديجيتال دي بتبقى هي عبارة عن ال 10 بت اللي موجودة دي. يبقى دي كده مجموعة من الفيتشرز اللي موجودة، بالاضافة بقى ان انا عندي 18 سورس من الانتربت، وهنشوف قدام خالص كده ايه الانتربت ده وازاي ان انا بستخدم الانتربت في البيك. فهي عندها 18 سورس من الانتربت، عندها 16 بت وايد اوف انستراكشن، حجم الانستراكشن الواحد بيبقى حجمه 16 بت، في حجم الداتا بتاعتها اللي هو عرض الداتا بيبقى عبارة عن 16 بت. بتسبورت السيريال بورت سواء اذا كانت سينكرونايزد او اسينكرونس، والفرق ما بين سينكرونس واسينكرونس ان الفريكوانسي ما بين الاولاني والتاني بيبقى عبارة عن ايكوال بعض، فالفريكوانسي هنا نفس الفريكوانسي هنا، يبقى اصبحت ده بنسميه ان الداتا بتاعتي سينكرونايزد مع بعض. انما لو الفريكوانسي بتاع البيك اللي هنا والفريكوانسي بتاع البيك اللي هنا ما كانوش ايكوال بعض، يبقى دي بنسميها اسينكرونس. لو انا ببعت من جهاز لجهاز وكانت سرعة البعت هنا الفريكوانسي عند الجهاز ده نفس الفريكوانسي عند الجهاز ده، يبقى معناها ان الداتا هتتبعت سينكرونايزد. انما لو كان الفريكوانسي هنا مختلف عن الفريكوانسي هنا، يبقى معناها اسينكرونس. البيك دي بتدعم كمان اليو اس بي بورت عندي. يبقى دي فيتشرز موجوده عندي في البيك دي، عشان كده بقول لكم ان البيك دي من اكبر البيك اللي موجوده عندي. طيب ال 33 بن اللي احنا قلنا عليهم اللي هم الانبوت اوتبوت دول هم عباره عن ايه؟ متقسمين عندي ازاي؟ فمتقسمين عندي هم عباره عن بورت A وبورت B وبورت C وبورت D وبورت E. عندي خمسه بورت موجودين في قلب البيك 18F دي، عباره عن بورت A، وده بيبقى عباره عن ست بنات من اول RE0 اللي هي البناية رقم 0 في بورت A لحد البناية رقم 5 في بورت A اللي هو بنسميها RE0 RE5 RE1 RE2 لحد ما اوصل ل RE5. يبقى دول خمس بنات عبارة عن inputs عندي هم عبارة عن البورت A. يبقى في عندي بنات، اول بن عندي هستخدمها هي عبارة عن ست بنات موجودين في بورت A اللي هو RE0 لحد RE5. بعد كده في عندي 8 بن موجودين في بورت B، فبورت B ده حجمه 8 بن. ال 8 بن دول من اول RB0 لحد RB7، ونفس الكلام في بورت C، 8 بن من اول RC0 لحد RC7، وبورت D نفس الكلام من اول RD0 لحد RD7، وبورت E هو عبارة عن 3 بن بس من اول RE0
0 وار اي 1 وار اي 2 بس، وبالتالي فاصبح عندي ده 8 و8 و8 3 في 8 ب 24، وعندي كمان 6 يبقى كده 30، وعندي 3 موجودين في بورت اي يبقى كده 33 بالنايه اقدر استخدمهم انبوت واوتبوت عندي. وطبعا انا اللي بحدد اذا كانت البن دي انبوت او اذا كانت البن دي اوتبوت. ممكن احدد بورت اي كله على بعضه يبقى انبوت، وممكن احدده كله يبقى على بعضه اوتبوت، وممكن احدد مجموعه من البنات في قلب بورت اي تبقى انبوت ومجموعه تبقى اوتبوت. يعني ممكن اخلي ار اي 0 انبوت وار اي 1 تبقى اوتبوت وهكذا، وعلى حسب ما انا عايز. انت محتاج تخلي مين انبوت ومين اوتبوت، وهنقول هنعملها ازاي، ومين الريجستر اللي بيتحكم اذا كانت البنايه دي تشتغل انبوت ولا تشتغل اوتبوت. طيب الكونفيجريشن بتاعتي بقى، لو ان اول حاجه الكونفيجريشن في عندي منايه اسمها ماستر كلير ومعمول عليها كده اللي هو عباره عن كومبلمنت شرطه كده فوق، فبنسميها ماستر كلير. فالاصل بتاعها ماستر كلير ده هو وظيفته ان هو بيعمل كلير او بيعمل ريسيت للبكايه بتاعتك. وبالتالي فلو انا موصله على زيرو فهيتعمل له كومبلمنت يبقى واحد، يبقى معناها ان الريسيت يشتغل. عشان كده ماستر كلير على طول دايما بنوصله على فولت الفي سي سي، فباخد الفولت الفي سي سي اللي هو الخمسة فولت عندي بوصله على مقاومه وليكن 10 كيلو او 5 كيلو ووصله على الماستر كلير. وبالتالي فالماستر كلير ده دايما متوصل على اشاره 5 فولت على اساس ان هو ما يعملش ريسيت عندي، لان لو وصلته بزيرو هيتعمل له ريسيت. طب لو انا عايز ازود زرار ريسيت يعمل هو ريسيت، لما اضغط عليه يعمل ريسيت، هزود سويتش زي ده كده بالشكل ده كده. لو ضغطت على السويتش ده معناها ان انا بقرا الجهد بتاعي من على الارض، فالفولت اللي دخل على الماستر كلير ده هو زيرو، وبالتالي لو ضغطت على زرار السويتش فماستر كلير ده هيتوصل بزيرو فيتعمل له كومبلمنت فالسيستم يعمل ريسيت، وبالتالي فالبكايه هتعمل ريسيت وتبدا الكود بتاعها من البدايه خالص. طول ما انا ما ضغطتش على الزرار ده فالفولت اللي داخل هو فولت الفي سي سي، تمام، وبالتالي فاصبحت الماستر كلير ده واصل له فولت اللي هو الخمسة فولت يبقى واصل له واحد، وبالتالي فمش هيحصل عندي اي ريسيت عندي. امتى يحصل ريسيت؟ لو ضغطت على السويتش اللي موجود ده. فلو انت عايز تزود سويتش للريسيت يبقى هتعمله بالشكل ده كده. طب لو مش عايز زرار للريسيت يبقى هوصل الماستر كلير على طول بمقاومه على الفي سي سي بدون ما اعمل سويتش عندي، بحيث ان انا بحيث ان انا احافظ على ان الماستر كلير ده متوصل بخمسة فولت عشان ما يحصلش عملية ريسيت للبك، او ان البك تعمل ريسيت للكود بتاعه وتبدأ من جديد. يبقى دي اول حاجه كونفيجريشن عندي. طيب تاني حاجه، لو انا عايز اعمل كريستاله، الكريستاله اللي موجوده جوه في البيك دي سي وليكن ضعيفه، وانا عايز ان انا اجيب اكسترنال كريستال عندي عشان هي اللي تبدا تعمل الكلوكس اللي موجوده للبكايه عشان البكايه تبدا تنفذ الانستراكشن بتاعتي. ففي عندي على البيك من البنات اللي موجوده عندي في حاجه اسمها او اس سي 1 و او اس سي 2 و او اس سي 2، ده اللي هو اوسيليتور 1 واوسيليتور 2. دول اتنين بن عندي موجودين في البيك عندي، فبوصل عليهم الكريستال بتاعتي بالشكل ده كده. فدي الكريستال بتاعتي، على حسب انت شاري كريستالايه الكريستال دي اصلا شغاله كام. ممكن اشتري كريستال 20 ميجا هرتز، ممكن 40 ميجا هرتز، 60 ميجا هرتز، بغض النظر انت جايب كريستاله حجم الهرتز بتاعها كام. بس بوصل على الكريستاله دي على الطرفين بتوع الكريستاله دول عباره عن مكثفين سيراميكي اللي هم عباره عن 22 ل 33 بيكو فراد، واحد في الطرف ده وواحد في الطرف ده، ومتوصلين بالارضي علشان ان الاثنين كاباستور دول يعملوا سموثنج عندي للكلوك، بحيث ان الكلوك بتاعتي تبقى بيور كلوك اون، والاوف بتاعتي ما يبقاش فيها اي نويز عندي، وبالتالي فالاون تبقى اون والاوف تبقى اوف للكلوك بتاعتي وتطلع مظبوطه بدون اي نويز عندي. فبتعمل سموثنج عندي للنويز بتاعتي، بتشيل النويز اللي موجوده عندي. يبقى دي خاص، دي اللي هو عباره عن المكثفين اللي هم السيراميك اللي انا بعملهم عندي. يبقى دي في حاله لو انا هستخدم الاكسترنال اوسيليتور، فبركب اكسترنال اوسيليتور عندي على الرجلين اللي هو الاو اس سي 1 والاو اس سي 2. طيب لو انا عندي بقى انبوت، الانبوت ده ممكن يبقى سويتش وممكن يبقى سنسور وممكن يبقى اي انبوتس عندك خاص بيك. فالسويتش والسنسورز الاثنين لحد ما قريبين من بعض، فلو انا عايز اركب الانبوتس بتاعتي فعندك طريقتين. الطريقه الاولانيه بنسميها البول داون ريزيستور، والطريقه الثانيه بنسميها بول اب ريزيستور. الديفولت عندي هي عباره عن البول داون ريزيستور اللي هي اللي موجوده هنا، ان انا في البنايه ديت، البنايه دي انا عرفت
عرفتها ان هي انبوت، وعايز ان لما اضغط على السويتش ده الفولت ده يروح، يبقى هعمل بالشكل ده كده. البنيه دي هاخدها واوصلها بالسويتش اللي موجود عندي، والطرف بتاع السويتش ده متوصل بالفي سي سي بتاعتي، فلو ضغطت على السويتش ده الفي سي سي ده هيروح للبن. بس كان لازم ان انا احط المقاومه دي مع الارضي، لان لو ما حطيتش المقاومه دي مع الارضي وقتها لو اللي انا عندي السويتش ده مفتوح، فاصبحت البنيه دي بنيه انبوت ومش متوصله على ارضي ولا متوصله على فولت، فاصبحت البنيه دي بنسميها ريزونانت، وبالتالي في اي نويز حوالين البنيه ديت ممكن ان هي تلقط الانبوت والبيك بتاعتك تشتغل، لان حست ان في انبوت دخل، بس الانبوت ده ما كانش انبوت ريال، ده الانبوت ده كان ناتج نتيجه نويز موجود عندي في المكان بتاعتي. عشان كده البن الانبوت بتاعتك يبقى لازم على طول متوصله، لا اما بالفولت الخمسة فولت فهي متوصله، لا اما بالارض عندي. عشان كده لازم احط مقاومه هنا، بحيث ان انا باجي اقرا الجهد اللي موجود على المقاومه اللي موجوده هنا. في حاله السويتش لو كان اون، يبقى انا بقرا الجهد اللي موجود على المقاومه دي، يبقى كاني ار زيرو، لان هي متوصله بالارض، فار زيرو فولت، وبالتالي كان مفيش انبوت عندي. انما لو السويتش ده اتضغط، فاصبحت الفي سي سي ده هي هيبقى بجهد على المقاومه، واصبح الجهد على المقاومه هو عباره عن الفي سي سي، يبقى اصبحت الدخل بتاع الانبوت دي او البن دي هي عباره عن الفي سي سي اللي هي الخمسة فولت، وبالتالي فالبكايه تقرا واحد. وبالتالي يبقى انا كده لو السويتش اتضغط هيقرا واحد، لو السويتش ما اتضغطش هيقرا زيرو. العكس بتاعها اللي هو البول اب، اللي هو لو السويتش مش مضغوط هيقرا واحد، ولو انا ضغطته يقرا زيرو. وبالتالي فلما بتيجي تعمل تشيك السويتش مضغوط ولا لا، في الحاله دي بتعمل تشيك على الزيرو، لان لو السويتش اتضغط معناها ان الفولت اللي جاي لك ده زيرو، اللي هو الارض بتاعي. وبالتالي فاصبحت الفي سي سي متوصله بالمقاومه، متوصله على البن، يبقى انا واخد الفولت اللي هو هنا اللي هو الفي سي سي. انما لو في حاله السويتش اتضغط، يبقى انا خدت الفولت اللي هو متوصل بالارض، يبقى انا خدت الفولت اللي مين اللي على الارض، اللي هو الزيرو في حاله السويتش ده اتضغط. وبالتالي فالديفولت بتاعتي هي بتبقى عباره عن البول داون اللي هي اللي فوق ده، ده الديفولت بتاعنا اللي احنا بنشتغل بيه، او الكونسبت اللي احنا بنشتغل بيه، ان هو لو السويتش مش مضغوط المفروض زيرو هو، يبقى انا قاري زيرو، ولو السويتش اتضغط يبقى انا هقرا واحد اللي هو الفولت بتاع الفي سي سي، ويبقى ده عباره عن اللي هو الحاجه اللي هي اللي موجوده ان احنا الستاندرد اللي احنا بنتعامل معاها على طول. طيب لو انا عندي اوتبوت بقى، الاوتبوت ده على حسب، والله لو ليد صغيره اللي هي بتشتغل بال 2.7 فولت فما فيش اي مشكله، كده كده البيك دي بتطلع 5 فولت، والكرنت اللي بتطلعه خلي بالك ان ماكسيمم كرنت البيك بتطلعه هي عباره عن 25 ملي امبير، يعني انت ما ينفعش توصل حاجه دايركت من البيك بتاعتك حتى لو شغاله 5 فولت او اقل من 5 فولت وبيسحب امبير عالي، لان اقصى تيار اقدر اسحبه من البن الواحده عباره عن 25 ملي امبير. وبالتالي فانت ما ينفعش تروح توصل موتور بيسحب امبير عالي تمام من البيك مباشره، لانه مجرد ما توصل هيحرق لك البن وهيحرق لك البيك على طول، لانه سحب امبير اعلى من القدره الماكسيمم بتاعه البيك بتاعتك. يبقى الماكسيمم كارنت اللي اقدر اسحبه من البن الواحده في قلب البيك بتاعتي هي عباره عن 25 ملي امبير. الليد بتاعتي دي ما بتسحبش امبير عالي، بتسحب امبير بالمايكرو امبير، وبالتالي فانا اقدر اوصلها مباشره على طول بالبيك، بس مشكلتها ان هي ما بتشتغلش على ال 5 فولت، وبالتالي فلازم ان انا احط لها مقاومه كده سيريز اللي هي 330 اوم عشان اعمل فولتج ديفايدر عندي، يبقى هنا عليها فولت وهنا فولت، بحيث يبقى الفولت اللي هو محطوط على الليد بتاعتك يبقى اباوت 2.7 وما تتحرقش، لان لو وصلت الليد دي مباشره على البيك الليد دي هتنور وتتحرق في نفس اللحظه، لان متوصل عليها 5 فولت وهي ما بتستحملش ال 5 فولت، لان هي بتشتغل على 2.7 فولت. عشان كده رحنا عملنا فولتج ديفايدر بمقاومه 330 اوم. يبقى دايما اي ليد عندك من الليد اللي موجوده الصغيره دي بتشتغل على 2.7 ومحتاجه تبقى سيريز معاها مقاومه عباره عن قيمتها 33 اوم عندي. يبقى دي كده لو انت عندك الاوتبوت ليد. لو انت عندك اوتبوت بقى مهما كان الاوتبوت بقى بس بيسحب امبير عالي وبياخد فولت كتير وقصه من دي، بضطر ان انا احط عندي ريلي هنا بحيث ان انا بكنترول على الريلي، والريلي هو اللي يبدا يشغل الموتور ده بغض النظر الموتور ده بقى دي سي موتور ولا اي سي موتور، بيشتغل على 24 فولت دي سي ولا 12 فولت دي سي ولا 48 فولت دي سي ولا 220 فولت اي سي، على حسب نوع الموتور اللي موجود عندي او على حسب نوع الفان او اي
اي حاجه اوتبوت، سواء اذا كان بقى فالف فان بامب اي حاجه، وات ايفر الاوتبوت بتاعي كان عباره عن ايه، فلازم احط ريلي هنا وهتاخدوه في العملي بالتفصيل بتوصل ازاي. بس قبل بعد كده ببدا احط قبل الريلي كمان في اتجاه المايكرو بحط عباره عن لو باور ترانزستور، بحيث اللو باور ترانزستور ده وظيفه البيك عندي ان هي بتكنترول لو باور ترانزستور ده يشتغل ولا ما يشتغلش عشان يشغل الريلي ولا لا. فكان البيك بتاعتها وظيفتها هي بتقول لللو باور ترانزستور ابدا اشتغل. لو انا حطيت فولت على البنايه ديت هتلاقي الكوليكتور ده يتوصل بالاميتر ده، فاصبح الريلي عندي متوصل بالارضي ومتوصل بالفولت، يبقى ده الكويل بتاع الريلي اصبح شغال لان طرف منه متوصل بالفي سي سي والطرف الثاني متوصل بالكوليكتور بتاع الترانزستور. فلما احط فولت على البيز فالكوليكتور هيتوصل بالاميتر، يبقى كان الرجل الثانيه بتاع الكويل ده اتوصلت بالارضي والرجل الاولانيه كانت متوصله بالفولت، فكان الكويل عليه فولت، فتبدا الريلي بتاعك يبدا يلقط، وبالتالي فتبدا الريلي بتاعك يشغل الموتور اللي موجود او الفان او البامب او اللامب، حتى لو كان في لامب عندي شغاله بباور اعلى وقصه من دي. ودي هتاخدوها بالتفصيل في العمل وهتتعاملوا معاها وهتشوفوها كتير جدا لما تيجي تشتغل على اي حاجه بقى بتسحب امبير عالي زي موتور، زي سواء اذا كان الموتور بقى دي سي ستيبر اي سي بامب فالف مش عارف ايه، كل الحاجات دي هتبدا تشتغل عليها. يبقى دي كده خاص بالانترفيس اللي موجود عندي، سواء اذا كان انبوت او سواء اذا كان اوتبوت عندي او الاوسيليتور او الماستر كلير اللي موجود عندي، يبقى دي الستاندرد بتاعت التوصيلات اللي موجود عندي. طيب نبدا ندخل بقى البن نفسها، هي انبوت واوتبوت، بتشتغل انبوت واوتبوت. طب هي بتشتغل انبوت ازاي وامتى شغالها اوتبوت، مين اللي بيتحكم فيها؟ انا عندي في اتنين ريجستر، ريجستر اسمه بورت وريجستر اسمه تريس. الريجستر اللي اسمه بورت ده اللي بيتحط عليه الداتا اللي هي هتطلع او الداتا اللي انا هريسيفها. والله لو البورت ده شغال انبوت يبقى انا عندي هريسيف داتا من اليوزر، فالداتا دي هتتحط في الريجستر اللي اسمه بورت. لو انا هطلع داتا على البورت دي او على البن دي فبحطها على الريجستر اللي اسمه بورت، يبقى ده خاص بالداتا، سواء الداتا دي انا هريسيف من انبوت او ان انا هطلعها عندي على اوت. الريجستر الثاني اسمه تريس، والتريس ده وظيفته ان هو بيحدد الدايركشن بتاعي هو انبوت ولا اوت. امتى انبوت؟ لو انت عايز البنايه تبقى موجوده تبقى انبوت، خلي مكان البن دي في قلب الريجستر اللي اسمه تريس حط له واحد. يعني مثلا هروح لتريس اي، تريس اي ده هو عباره عن 8 بت، اي ريجستر عندي 8 بت، فتريس اي ده 8 بت، ادي ال 8 بت دول موجودين عندي. اول بنايه عندي اللي هي الار اي 0 ده عباره عن البنايه المتحكمه في البنايه بتاع بورت اي اللي هي ار اي 0، هي اللي بتحددها هي انبوت ولا اوتبوت. لو انا حطيتها بواحد تبقى انبوت، لو انا حطيتها بزيرو تبقى اوتبوت. فلو انا حطيت دي زيرو يبقى معناها ان البنايه الاولانيه في بورت اي شغاله عباره عن مين؟ عباره عن اوتبوت. ولو خليت دي واحد يبقى معناها ان البنايه رقم واحد في البورت اي شغاله انبوت، ولو خليت دي بزيرو ودي بزيرو يبقى هما شغالين اوتبوت، خليت دي ودي واحد يبقى هو شغال انبوت، خليت الريجستر نفسه كله اصفار يبقى انا خليت البورت ده كله اوتبوت، خليت الريجستر ده كله حايد يبقى انا خليت كل الريجستر ده يشتغل انبوت. يبقى على حسب انت عايز البورت ده يشتغل انبوت ولا اوتبوت، ولا يشتغل انبوت على اوتبوت، على حسب انت عايز انهي بن انبوت وانهي بن اوتبوت. يبقى اللي بيتحكم في البن تشتغل انبوت ولا اوتبوت الريجستر اسمه تريس، فالبورت A له تريس A، وبورت B له تريس B، وبورت C له تريس C، وبورت D له تريس D، والبورت E له تريس اسمه تريس E. وبالتالي فعندي اتنين ريجستر، ريجستر اسمه البورت وريجستر اسمه التريس. التريس بيحدد الدايركشن هي انبوت ولا اوتبوت، انما الريجستر اللي اسمه بورت ده خاص بالديتا، لو انت هتريسيف داتا من اليوزر يبقى ده هيتحط في البورت A، لو انت هتطلع داتا لليوزر فهتطبع ديتا عندك او هتطلع اوتبوت للديتا، فبحط الاوتبوت دي في قلب البورت وبخلي البنايه تبقى اوتبوت، فبتاخد اللي موجود في البورت اي وتبدا تطلعه كاوتبوت عندك. يبقى ده خاص بالاثنين عندي اللي هو تريس والبورت عندي، وكل بورت بقى سواء اي او بي او سي او دي له ريجستر اسمه تريس اي وبورت اي، تريس بي وبورت سي، بي تريس سي وبورت سي، وهكذا بالشكل ده كده، سواء اذا كنت بحدد دايركشن او بحط داتا او بريسيف داتا عندي. ويبقى ده كده مجموعه البورتس بتاعتك، اللي بيتحكم عندي في الدايركشن هو التريس، واللي بيتحكم عندي في الداتا هو ريجستر اسمه بورت اي بورت بي بورت سي بورت دي وهكذا. طيب عندي بقى الداتا اللي موجوده في الميموري، ممكن ان انا اخزن في الميموري مجموعه من الداتا، او الميموري نفسها بتتقسم عندي.
بتقسم عندي لجنرال بيربز ريجستر وبتقسم عندي لسبيسيفيك فانكشن ريجستر. الجنرال بيربز ده عبارة عن ريجستر جنرال، يعني انت تستخدمها في اي حاجة موجودة زي محقودة عندك على الرام، تقدر تعمل اكسكيوشن للبروجرام، تستخدم تحط ديتا عليها، تريسيف ديتا منها، تبدأ تستخدمها، عبارة عن مجموعة قطعة من الميموري بتاعتك تقدر تستخدمها في اي حاجة جنرال عندك، فهي مستخدمة جنرال لاي حد، ستور ديتا، تريسيف ديتا، تعمل اي حاجة، تعمل اي عمليات على الديتا دي بغض النظر عندك في الاماكن دي. انما السبيشال فانكشن ريجستر ده عبارة عن ريجسترز بيكونترول على اوبريشن موجودة عندي، زي ريجستر له وظيفة معينة زي التريس اي، فالتريس اي ده له وظيفة معينة بيحدد الدايركشن بتاعت البنات الخاصة ببورت اي، زي الريجستر اسمه بورت بي، فبورت بي ده اسم الريجستر، فالريجستر ده خاص بالديتا اللي هتطلع على بورت بي او اللي انا هرسيفها من بورت بي. يبقى دي عبارة عن مجموعة من الريجسترز لهم سبيسيفيك فانكشن، لهم فانكشن محددة هم بيقوموا بيها، زي التريس وزي البورت اللي احنا خدناهم من شوية. يبقى ده كده اللي هي عبارة عن الفرق ما بين الريجسترز عندك اللي بتستخدم كجنرال والريجسترز اللي هي بتستخدم عندك على specific function أو special function عندي. يبقى دي اللي هي اللي موجودة عندي. نشوفكم على خير، ونشوف في المحاضرة الجاية إن شاء الله نبدأ في التايمرز إن شاء الله. نشوفكم على خير إن شاء الله.